فعلا الراشدين. نعود باسم حضرتك طيب الآن إلى الذكر الحكيم والقرآن العظيم لننصت وإياكم هذه الختمة المرتبة العطرة يرتب على مسامعنا القارئ مراد صباطي برواية وحش عن نافع، يرتب آيات بينات من سورة الإسراء بدءا من الآية 53 إلى نهاية آخر آية منها. ننصت وإياكم بقلوب خاشعة عمن الله عز وجل برحمته الواسعة.